نجدد الصباح لكل حدا انضم لنا بهيدي الفترة. يعني يزن ما في أحلى من ضيعتنا وأجواء الضيعة، وخصوصا بهيدي الأوقات الباردة. لنطمن عن حالة الطقس كيف راح يكون لها اليوم والأيام القادمة. صار معنا عبر الهواء مباشرة الأستاذ ماهر حسن، مدير مركز الباس للإرصاد الجوي. يسعد صباحك أستاذ ماهر. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يسعدنا صباحك يا رب. شو بتخبرنا عن حالة الطقس لليوم للأيام القادمة؟ نعم، بداية نذكر بكميات الهطول المطري خلال 24 ساعة الماضي، سجلت في محطة طنطي 1.5 ملم، في كسب 23، قصد المعاف 6.5، المزارعة 8، القرداحة 10، والحفة 10، القطيلبية 6، وادي قنديل 5، مطار الباسل 15، البهلولية 10، اللاذقية 12.9، بشلامة 11، وزامة 11 ملم مطري. طبعا جاي المطر بقوة والله يا أستاذ ماهر. عفوا، كيف؟ جاي مطر بقوة ما شاء الله، يعني شهدت محافظة اللاذقية بالإضافة لمحافظات تانية كميات مطر منيحة. طبعا طبعا، هي الفعالية كانت على المنطقة الغربية والشمالية الغربية من البلاد. صحيح. كيف راح تكون الأجواء خلال الأيام القادمة؟ على حاليا خلال اليوم يستمر أيضا الطقس، تكون الأمطار يعني على شكل زخات متفرقة ومتقطعة، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل. متوقع أن ينحسر هذا المنخفض الجوي خلال ساعات صباح يوم الغد الجمعة، حيث يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو يكون مستقرا وبين الصحو والغائم جزئيا يومي الجمعة والسبت. يحذر فقط من الضباب فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح الباكر. طبعا نحن على موعد الأسبوع القادم مع منخفض جوي قطبي المنشأ بارد إلى شديد البرودة، مرفق بكتلة هوائية قطبية برية. طبعا قطبية برية تعني قلة أمطار وأجواء باردة. الفرق بين القطبية البرية والقطبية البحرية بأن القطبية البحرية هي كتلة باردة ومطيرة، بينما القطبية البرية أمطار قليلة وأجواء شديدة البرودة. تماما، يعني اعتبارا من يوم الأحد يبدأ تأثير هذه الكتلة، تبدأ بأمطار تكون كما ذكرنا يعني تعتبر سريعة وقليلة نوعا ما، واعتبارا من الاثنين تنخفض درجات الحرارة انخفاض ملموس يعني حوالي 10 درجات مئوية عن درجات الحرارة الحالية. لذلك ستكون الأجواء باردة حتى تصل إلى صقيعية فوق المرتفعات والمناطق الداخلية. درجات الحرارة كيف راح تكون؟ درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم حتكون متدنية جدا، يعني على الساحل تتدنى ليلا إلى 6 درجات مئوية وفوق المرتفعات إلى 1.0. أما حاليا فدرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة في المنطقة الساحلية عظمى 18 صغرى 14، المنطقة الجنوبية عظمى 21 صغرى 9، في المنطقة الوسطى عظمى 20 وصغرى 10، المنطقة الشمالية عظمى 18 وصغرى 10، والمنطقة الشرقية عظمى 21 وصغرى 11. الرياح جنوبية غربية بين الخفيف والمعتدل، والبحر خفيف ارتفاع الموج. طبعا الرياح مع الكتلة القادمة، الكتلة القطبية القادمة، حتكون اغلبها شرقية شمالية شرقية باردة وجافة. بدنا نشكر وجودك معنا الاستاذ ماهر حسن، مدير مركز الباس للارصاد الجوية، اللي حطيتنا باجواء الطقس كيف راح يكون لها اليوم والايام القادمة. شكرا جزيلا لك. يا اهلا وسهلا، يسعد صباحك.